هو انا مش هطول، مع ان انا كاتب حاجات كتير جدا اتقال، بس انا عايز ابدا من الاخر الاول. جزء ان انتم مش قادرين تتحملوا المعلومات القيمه ومش عارف، وانا هاخد من لسانه، انا مش هقول اي كلمه خارجه عن اللي هو قالها عشان ما حدش يفكر ان انا بوصيه او كده، انا هقول كلمه هو افتخر بيها. بص يا بطاطس، الفكره ان ما انت توجهليش تقول كلام لو سمحت، اتكلم في العموم لو سمحت. يا ابني الحكاية دي بقالها 20 سنة، انساها بقى. ليش قول. كلام لو سمحت، اتكلم في العموم لو سمحت. هو بيكلمنا انا يا بطاطس. أو انت اللي اتكلمت، فانا لازم ارد على الكلام. انت قلت هيجي لكم دوركم وتردوا، فما ينفعش لما اجي ارد تقول لي ما ردش توجهليش كلام. للعموم، انا ما عموما يا ردتش جماعه، على شخص باين. لما يكون في، حاضر، هو لما يكون في، بيكلمنا انا، كلمنا لما انا يا يكون في ليفاي، اي كلمنا انا، ما حد، لما بيكلمش يكون في اي رجاله يا حد، ليفاي. يا ماشي، لما ليفاي كلمنا انا يا ليفاي. ماشي، بص يا عمرو، ما يكون في اي حد، عمرو سواء يعني جزره كمثرى يعني طماطمايه ايا كان، الشخص ده طالع ويقول انا لوطي وبفتخر وبحب الرجاله وباخد فيها 20 سنة وأنا بتعذب، 20 سنة وأنا كل ما ببص في المراية ولا في عين واحد صاحبي بشوفك، 20 سنة وأنا بحسس كل يوم على الجرح زي اللي على راسه بطحة. بيفتخر ان هو بيحب الرجاله وبياخد فيها، جاي يقول لي انا شايف، لا ما اظنش ان انا اصلا هعتبر حاجه من اللي انت شايفها. ليه؟ لان حضرتك لوتي بتحب الرجاله بتاخد فيها، دي الموهبه بتاعتك، دي الموهبه اللي انت طالع هوموفوبيا بقى روح تختبرها. اتعالج منها، استنى بس هوموفوبيا روح سؤال يا اتعالج ليفاي، منها. ليفاي انا بطاطس بص، انا ما لحقتش اتكلم كتير يا هوموفوبيا عمرو، الكلام مصنفها اللي انا غلط بقوله ده بس هو قاله وافتخر ليها بيه. علاج، لها علاج، لها علاج روح. طب انت لا من ليفاي شويه خلاص كنت بتقول ان الحمد هم لله. بيقطعوني ومش راضيين يخلوني اتكلم، بصوا الناس الموضوع ملوش علاقة بيك، يعني ممكن يكون حصل مع ناس تانية. لا ما هتاخد عليا انا برضه، بقالي مؤاخذة يا راجل قوي من صغري، ولا حد خد في مواسير ولا حد عمل لي حاجة غلط. طب انت لا من ليفاي شويه خلاص كنت بتقول الحمد ان هم لله. بيقطعوني ومش راضيين لا يخلوني ليفاي. اتكلم، بصوا الناس الوحشه دي بيعملوا ايه، انت دلوقتي بتعمل نفس الكلام اهو. طب يا ليفاي طيب ماشي، هو مش هعمل كده. يا ليفاي انت بتقول دلوقتي، انت بالنسبة لطرحك عشان واحد بيعمل فعل ما معين لا انا جنسي لسه هو هكمل، ده. انا مش بقول عشان بيعمل الفعل ده، انا مش بقول عشان بيعمل الفعل ده، كون ان واحد فكره ان هو يطلع يفتخر بالتوجه الجنسي بتاعه، افتخاره بالتوجه الجنسي ده. مش عايز السلويت التقليدي الابيض، حط لي احمر على البروجيكتور. الله يا استاذ، احمر يعني جنس، ربنا يوفقك بسرعة. الجنسي بتاعه، افتخاره بالتوجه الجنسي ده يخليني اشك اصلا ان هو المفروض يجي يتكلم معايا في حوار انت مجتمعي قصدك وخوفه على المجتمع والكلام ده كله. افتخاره بالجنس ايا كان ايه هو ما بقى، انا ميسي هكمل بقى، هكمل ستريت. بس عشان الفكره كلها توصل. النقطه الثانيه، ازدواجيه المعايير. ازدواجيه المعايير في ايه يا جماعه؟ ان انا من الصبح يعني انا مثلا كمسلم كنت قاعد افتح المايك كل شويه اقول مثلا ايه لاخويا المسلم، يعني ما تحاولش تفتح المايك عشان خاطر ايه، ما تقطعوش، سيبه يكمل الكلام بتاعه للاخر، سيبه يكمل افتخاره بانه لوطي وبياخد فيها من الرجاله وكده، سيبه براحته يعني يكمل كلامه للاخر. هو بقى ما حد كان بيفتح المايك يقول لك ايه الاضطهاد ده، وبص وبيشتموني وبيقهروني وارهاب فكري وارهاب مش فكري، في حين ان انا اول ما فتحت المايك وكررت الكلمه بتاعته بس، فتح المايك وزعل قوي. حليمه وانا صغير كان اللص بتاعي بياخدني في حته مقطوعه اسمها المواسير، وكان بيغتصبني، بيغتصبني جامد قوي قوي، وانا اقعد اقول له بلاش حرام، بس انا كعاطف انبسطت. يا ابن الجزمه ولا ايه؟ بعدها بيقول لك اصل الموضوع ده ما ينفعش المسلم يعمله، اصله بيترتب عليه وجع نفسي، وكأن احنا معيارنا في المجتمعات الوجع النفسي بتاع سين من الناس، ان في شخص مثلا وليكن شخص طماطم مثلا، طماطم ده طلع قال لي الكلمه دي بتجرحني وبتعمل لي وجع نفسي، فلازم المجتمع كله يحرم الكلمه دي عشان انا بيحصل لي وجع نفسي لما الكلمه دي تتقال. انا اسمي عادل بليا وانا صغير كان اللسطة بتاعي بياخدني في حته مقطوعه اسمها المواسير وبيغتصبني، واخويا كمان اغتصبني مره. بقول لك ايه يا ريس، بلاش حكايه اخويا اغتصبني دي. يعني ايه الروم راجل بياخد ما بحبش فيها؟ انا المقاطع والله، يعني لا هو انا افتخر، بستفسر، هو افتخر انا بالكلام، بستفسر، يعني انا هو لوطي، افتخر يعني والله، هو لوطي مش شويه بياخد فيها، هو طيب. افتخر بص بالكلام ده يا بس، عمرو، ده احنا انا وصلت يعني. انا مكتفي بقى بالحته دي، استنى بس، استنى بس، الدنيا انت باظت وكان الراجل بيختم. لا استنى بس، مش استنى، استنى، بيختم انا يا بقى عمرو، انا عمرو حلو ما بقى الحته ينفعش دي. لا لا بياخد لا، استنى، فيها استنى، وبتاع، عيب يا هو عمرو قال يعني. انه بياخد فيها، هو قال انه لوطي بس بياخد فيها، يعني حضرتك مش انا محامي والله انا كلوطي يعني. مكتفي بالختام ده، انا واحد مكتفي طلع قال بالختام. لك كذا كذا كذا، انا كذا كذا، وبعدين في واحد يغتصبوه يبقى مبسوط زي ما حضرتك بتأدي كده؟ بتحط نفسك في مواقف بايخه. الأستاذة اللي هي كانت بتدافع، ماشي، الأستاذة اللي هي كانت بتدافع عنه من شوية ما كانتش موجودة في الروم لما سمعته وهو بيقول أنا لوطي باخد فيها من ما الرجالة حصلش، ما وكان قلتش فخور انا بكده. لوطي، هي لما لا دخلت ما دلوقتي قلتش وما انا تعرفش انه لوطي، قال كده، لما سمعت الكلمة لا قالت ما انت قلتش ازاي انا تقول لوطي، كده. لا ما قلتش انا ميوت، لوطي، بلاش اضطهاد بقى وبلاش ارهاب ما فكري قلتش بقى، انا ميوت واسمع. لوطي يا ابني، يا ابني روح اتعالج بس نفسي بقى يا يا لوطي بقى عيب يا والله بطل بقى نفسي، يا لوطي لا بقى عليك يا بطل. طب نفسي، يا ميوت، جدعان بص يا الريبليه جدعان انا موجود، هبتدي انزل في الناس والله، لو هنبتدي نتطاول على بعض عادي مش هقفل فاهم والله، الروم احنا خالص، خلاص يعني ايه قربنا المشكلة؟ نخلص اهو. ダレが無理やりだって。
خيانة.